الحلوة 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 برموش. اوبا، لازم نتكلم. ما انا كنت عايز اكلمك، انت اللي قفلت السكه في وشي. بس انا عموما بحب الجنان ده والمواقف المفاجاه كده، اكشن وتروح فاتحه الباب وداخل عليا، بحب الجو ده جدا. ما هو يعني مش هينفع نتكلم على الباب، يمكن الكلام اللي هتكلمه معاك المره دي يكون اخر مره. احنا برضو يعني مش هنفضح نفسينا ننشر غسلنا، ولا انت ايه رايك؟ طبعا، بس مش عارف ليه انا مش مصدقك وحاسس ان ده بدايه الكلام مش اخره. انت ليه بتصارعي نفسك كده دايما؟ خليك بتحبي عزم النفس على فكره. انت مجنون يا ابني ولا ايه اللي انت بتقوله لي ده؟ ايه يا كوكي، ايه يا كوكي، الانسان بيعيش مره واحده، بيتولد عشان يعيش وبس. وبعدين انت فاكره ان نص عين جوزك ده اللي مسافر بره عمره ما عمل علاقه مع واحده؟ بس بقى كفايه، بس كفايه كفايه. انت ايه دمرتلي حياتي يا اخي، ابعد عني بقى. طب بس بس بالراحه عشان خاطر صحتك. انت ذبحتني، قتلتني، عارف يعني ايه قتلتني؟ دمرتلي حياتي. انا اسف، انا كان قصدي اخليكي مبسوطه، بس انتي صعبان عليا قوي على فكره. انا مش عايزه اصعب على حد، انا كان عندي افضل تعيسه بس اكون محترمه، مش هبقى مبسوطه وانا غلطانه. بس انا ست بحب جوزها ولادها والبيت، فاهم؟ فمن ايه بحب جوزي وولادي وبيتي، فاهم ده ولا لا؟ فاهم طبعا، فاهم. بس انا بصي هقول لك على حاجه، انا هضحي بسعادتي عشانك. اللي بيحب حد بيضحي عشانه، وانا حسبت لك ان انا بضحي عشانك. هبعد عنك خالص 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 يا كامله. انت كذاب، انت كل مره بتقول لي نفس الكلام وبتعمل عكسه. طب وشرفي؟ وانت عارفه شرفي بقى، ده لما قلت وشرفي يبقى وشرفي، مش هقرب منك ابدا ولا هعرفك ولا كاني عرفتك في يوم من الايام. عارفه يا كامله، لو شفتك مثلا صدفه كده في الشارع هكتم مشاعري جوايا، وهعمل نفسي ان انا عمري ما عرفتك ولا قابلتك لحتى سلمت عليكي. ده الحب، ده الحب يا كامله. ماشي يا ياسر، اما نشوف. ميرسي اوي. بروميس. ابعد. بقول لك ايه، لازم ادخل الحمام حالا. دي تيتي. يا كوكي انت عارفه الموضوع دايما بيبقى التف، حرام جدا على فكره. الو مدام لبنى؟ لا حضرتك ما تعرفينيش، بس انا اعرفك كويس واعرف جوزك اكتر. احب اقول لحضرتك ان جوزك اللي متمسكه بيه قوي بيخونك، وكل المشاكل اللي بيعملها مع حضرتك مجرد تلاكيك بس عشان تتطلقوا. لو حضرتك عايزه تتاكدي من كلامي، هو هيكون موجود النهارده في كافيه، هقول لك على مكانه، وهيكون موجود الساعه 9 بالظبط. يا مروة انت كويسة؟ انا كويسة يا ماما، ريحة الفسيخ بس قلبت بطني. روحي انت كملي اكل. وماله الفسيخ؟ ما انت متعودة عليه وبتحبيه. انت قافلة على نفسك الباب ليه؟ بغسل وشي بس وطلعلكم. روحي انت بس عشان العيال ما يقلقوش. طيب Thank you.
ايوه يا دكتوره شيماء، انا مروه، مروه اللي متجوزها، مروه اللي حضرتك اديتيها الادويه قبل العمليه. ادويه ايه بس دي؟ انا تعبانه قوي وسخنه وبجيب في كل اللي في بطني. وعندك احلى طبق بطاطس السخن، الاحلى ثلاث كتاكيت في الدنيا كلها. يلا اولاد، عايزكم بقى تتسلوا في شويه البطاطس دول لغايه ما امكم تيجي، ومحدش يمد ايده على الاكل على السفره. فاهمين ولا لا؟ فاهمين ولا لا؟ فاهمين ولا لا؟ ماما جت؟ ايوه ماما جت. تعالي تعالي تعالي. ايه الاخبار؟ انا مش قادر افهم ازاي صاحبتك نوره دي تنزلك وهي ما معاش فلوس تعمل شوبينج. مش فاهم انا دي، ما مش راكبه معايا. عادي يا مرام تحصل يعني. هو ايه ده كله؟ مين عمل كله ده؟ بابا اللي طبخ الاكل، ربنا يستر. ربنا يستر؟ تعالى هنا بقول لك. طب انا بقى هوريك. ومفيش بطاطا، محدش. وسع على وسع يا يلا تعالى. طب ليه يا مروان عملت كل ده يعني؟ تعبت نفسك. انا كنت هطلب سمك على فكره. سمك؟ شوفي بقى يا هاني، لا سمك ولا فراخ بعد كده. بعد كده انا اللي هطبخ، وانت مش هتمدي ايدك في المطبخ ده نهائي. وهعمل اكل بسرعه ما تخافيش، ولو عطلت هبقى اطلب دليفري. دليفري؟ ده مش كده وبس، ده الاسبوع الجاي كله هيبقى اوبن بوفيه. اوبن بوفيه؟ ايوه، انا محضر لكم مفاجاه، ومفاجاه جامده جدا. هنقضي الاسبوع اللي جاي في شرم الشيخ. ايه رايكم بقى يا اولاد؟ بس بشرط تذاكروا كويس لحسن والله العظيم ارجع في كلامي. ها؟ شرم الشيخ؟ ايوه شرم الشيخ، واحسن فندق في شرم الشيخ كمان. انا كلمت شركه سياحه خلاص وحجزت. وبالنسبه للمدرسه يبقى خلي العيال ياخدوا اجازه، عايزين نتبسط بقى. ايه رحتي فين؟ هو انت ناوي ترجع دبي تاني يا مروان؟ كلموني وعرضين عليا سالري عالي قوي، 80,000. كويس. طيب الشركة اللي انت عملت معاها الانترفيو هنا وضعها ايه؟ وضعها صعب شوية، عايزين يدوني 30,000 بس. وانت شايف ايه بقى؟ لا انا مش شايف ولا هشوف. اللي بعد كده انت اللي هتشوفيها كموله، اللي انت هتختاريه انا هعمله. ودينا هو عندنا وقت كفايه نقعد نفكر فيه، قصدي تقعدي تفكري فيه براحتك، لان انا مقرر ان انا اعمل لك كل اللي انت عايزاه. وخلي بالك موضوع شرم الشيخ ده مش تمهيد لاي حاجه والله العظيم، طالعه خالصه مخلصه من قلبي. انا كل الموضوع ان انا عايز اتبسط معاكم شويه. وحشتوني، وحشتوني قوي. تمام تمام ماشي، اهدي يا مروة، انا خلاص قلت لك قربنا نوصل له ان شاء الله. المهم بس ما حدش فيكم يخرج من البيت. ماشي 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 كده كده معايا ابويا وهشام اصلا. يلا سلام. هنفضل قاعدين كده؟ احنا بقالنا اكتر من 3 ساعات. ما هو الراجل اللي انت بتقول عليه يا بابا لسه ما جاش. اهو اللي نام ده. هات شاي تقيل يا مندو. لا 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 في ايه؟ بص بص هقول لك انا كلمتين. ما عملتش حاجه. اسمع الكلام، محمود فين؟ محمود مين؟ معرفش. بقول لك ايه، هتنطق ولا انت فاهم؟ اقول يا سعاده البيه. تشربوا حاجه يا فندم؟ لا كمان شويه ميرسي. تحت امر حضرتك. ازيك يا جميلة؟
اهلا يا انكل. اهلا اهلا يا حبيبتي. تحب نربيك قدامها ولا تقول لها تخش جوه احسن؟ يلا خش يا الطاف، اعمل لنا كوبايتين شاي عشان ده شأن عائلي. يلا من عينيا. يلا حبيبتي. خليك معايا يا حاج. يا حاج انت ايه يا اخي؟ ما بتحسش؟ ما فكرتش اللي انت عملته ده ممكن يعمل ايه في مراتي وعيالي؟ دي جزاتي يا عم ان انا خدتك عندي البيت بعد ما ابوك طردك. اهدى يا عبد الله، اهدى. ايه تصلي على النبي كده عشان نعرف نتكلم. عوده خش هات الحاجات من جوه عشان نرجعها للراجل. يلا ما يصحش كده، اخوك مش حمل بهدله، احنا في الاخر اخوات. يلا انت تترجى الحرامي ده، هو ده بيحوق فيه كلام ولا اخوات؟ بقول لك ايه، حالا الحاجه دي تطلع يا اما قسما عظما انا اللي هبلغ عنك. ايه رايك؟ اسمعوا مني كلمتين من الاخر. انتوا توصلوني برجب وما حدش له فيه. ما حدش له فيه ايه؟ ده انا موتك يا محمود، ده انا مراتي وعيالي هيموتوا بسببك. اسمعني يا دكتور عبد الله، انا واللي اسمه رجب ده اتنين شمال، هو اثار وانا مخدرات، بس في لغه حوار مشترك هنعرف نتفاهم مع بعض. ومن الاخر حته الاثار دي انا دافنها في حته الجن الازرق ما يعرفهاش، ومش هطلعها الا لما اخد حقي. حقي بقى اللي هو ايه؟ 15 مليون عشان انا مزنوق فيهم. فاكرهم يا حاج؟ 15 مليون اللي انت طردتني عشانهم. طب انت في بلوى مصيبه جديده من مصايبك، اخوك ماله؟ تقيد بيه ليه مع الحيوان التاني ده؟ معلش غلطت يا حاج، اديني ال 15 مليون بتوعي وانا اديكوا حتتين الاثار. تقول لي انا هجيب الفلوس منين؟ حقك تسال. اقول لك تجيبهم منين؟ تروح تجيبهم من عمي اللي واكل حقنا وانت مصهين عليه بقالك سنين. ولما تجيب حقنا ده يا حاج تديني ال 15 مليون وتنقذني وتنقذ عيالك، وده اخر كلام عندي. وكده عداني العيب وازح. عداني العيب ولا لا؟ عداني العيب. الشهبت يا الطاف. اداك يا حود الحق يا حبيبي. عداني ايه؟ يا ماما سليم خدوا، يا ماما سليم، يا ماما سليم، يا ماما كل اللي حصل لنا بسببه. ابني راح بسببه يا ماما سليم، ممكن يموت بسببه يا ماما. تعال يا سليم. سليم 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 سليم. انت كويس يا حبيبي؟ يا ماما ما تقلقيش. اهدي، انا كويس. انا كنت بتكلم ليه؟ انت اللي جابك هنا؟ انت بتعمل عندنا ايه؟ شفت اختياراتك عملت فينا ايه؟ شفت وصلنا لايه؟ شفت؟ خلاص؟ اخترت شغلك واخترت مجدك لحد ما ابنك ده جاي تعمل عندنا ايه تاني؟ مجدة طلقني يا وجيه، طلقني. انا مش ممكن اعيش معاك يوم واحد بعد النهارده، سامع؟ انت ظاهر عليكي اتجننتي خالص. فوق يا ولاد، يلا فوق كلكم. هتفتكر ان انا بهرتل ولا بقول اي كلام ولا عشان غضبانه ولا الحاجات دي؟ لا لا لا، الحاجات دي انا خلاص نسيتها. كويس قوي انا بقول ايه. طلقني. كنتش عارف ان الحاله وصلت عندك بالشكل ده. انا عارف ان في مشاكل، لكن الحاله توصلك للي انت فيه ده؟ معلش يا سياده المستشاريه، اكيد ما اخلص انت. توصل لاكتر من كده؟ لما توصل لاولادي وامان ولادي واخسرهم بسببك يبقى توصل لاكتر من كده؟ انا ما حذرتك، قلت لك الا اولادنا، قلت لك نعيش في امان، قلت لك نبعد عن كل المشاكل والتهديدات. انا بس ازاي شغلك يا سياده المستشار؟ شغلك كرامتك؟ طلقني بس بقى. امشي دلوقتي يا وجيه. انت مش هتتحرك من هنا بقول لك غير لما تطلقني. مش خلاص؟ خدت كل اللي انت عايزه، الشهره والتلفزيون وسقفوا لك والشغل يا سياده المستشار. روح لهم، روح لهم وسيبني عايش انا وعيالي في امان. انا كل اللي عايزاه في حياتي كلها دلوقتي نعيش معاهم في امان. مش عايزة والله أي حاجة تاني. خلاص أنت مش عايزاك. أنا بكرهك. طلعني! أنا قدمت استقالتي النهاردة لوزير العدل زي ما أنت طلبتي عشان نعيش مع بعض في أمان. انت تدخل.